الرحمن الرحيم. نبدي بتكملة الووتر بايبنج سيستم. مثل ما تعرفون انه ما دام عندي منظومة مياه لازم عندي مضخات، مثل ما صممنا بالدكتينج وبعدين اخذنا الفان، ناخذ هسه البامبس. البامبس تختلف انواعها حسب التطبيقات، هاي ممكن الاشكال اللي تشوفوها بحياتكم العملية من المضخات. المضخات بصورة عامة تستخدم مثل ما قلنا لنقل المائع من مكان الى اخر، او تسوي له تدوير ضمن شبكة معينة. اكو عدة انواع من المضخات، هي المضخة الطاردة المركزية اللي تستخدم عادة في منظومات التكييف، والانواع الاخرى اللي مثل الماصة الكابسة اللي هي positive displacement pumps، هاي ما تستخدم ضمن التطبيقات التكييف، وانما تستخدم لنقل الموائع اللزجة واللي كثافتها عالية مثل منظومات نقل المشتقات النفطية وغيرها. ربط المضخات بالسحب والدفع راح نشوف عندنا عدة أنواع، اللي هي الانلاين بامب اللي لاحظ الدخول والخروج هو في مستوى واحد أو في اتجاه واحد، ماكو داعي تعكس الاتجاه مالتها، وتمتاز بضغط عالي تربط ضمن هاي المنظومة الانلاين بامب. نلاحظ ضمن مثل ما قلنا شبكات مغلقة، هاي المضخات هنا موجودة. نلاحظ الاتجاه مال الدفع والسحب يكون بخط مستقيم واحد لتسهيل عملية الربط. الأنواع الأخرى اللي تجي اللي هي هذا النوع اللي راح نشوفه، الـ End Section Pump. الـ End Section Pump هي اللي تخلى في بداية أو نهاية منظومات شبكات المياه. نلاحظ الدخول والخروج يختلف، يكون عمودي خط السحب وخط الدفع، تمتاز بوجود بشارة واحدة الامبلر واحدة وسنجل ستيج للضغط، لأن تطبيقاتها تكون بسيطة. هذا الربط مال الاند سكشن بامب، راح تلاحظوا هنا السحب والدفع يكون بتسعين درجة الفرق بيناتهم. الأشياء اللي لازم أعرفها عن المضخة حتى أختارها، التوتال ماس فلو ريت إيش قد تدفع مي، والتوتال بريشر دروب الضغط الستاتيك اللي تولده، راح نجي عليه بالتفصيل في هذه المحاضرة. بصورة عامة الشرح هذا راح ناخذه ضمن هذا الفيلم ونشرح كل الفقرات اللي راح تمر علينا. سنترفيوغال بامب راح تشوفوها بهذا الشكل، الأجزاء مالتها راح نجي عليها بالتفصيل، خط السحب وخط الدفع للمضخة. الجزء الرئيسي بالمضخة هو الامبلر، هذا اللاحظ الامبلر مالتها اللي تعطي قوة طرد مركزي للماء أثناء السحب، وهذه البليتس مال الامبلر اللي تحول الطاقة إلى طاقة حركية وطاقة كامنة. لما تدور المضخة بهذا الشكل تسحب الماء وتولد قوة دافعة مركزية، قوة طاردة مركزية تحاول تدفع الماء باتجاه الآخر على المحيط. وجود هاي القوة تولد لي ضغط وكاينتيك انرجي للماء، هاي السحب مالتها من هنا راح يكون. بالتأكيد حتى أسحب لازم الضغط يكون أقل من الضغط الجوي حتى أشجع الماء أنه ينسحب من الأسفل إلى الأعلى. هنا أنا عندي محددات ضمن الضغط، لازم الضغط هنا يكون بالتأكيد أقل من ضغط التشبع للماء. شنو المشكلة اللي يصير إذا أقل الضغط عن ضغط التشبع للماء؟ المشكلة يصير أنه راح تولد لي فقاعات ويتبخر الماء ويسوي لي كافيتيشن، الماء ما يبدي يصعد من الأسفل للأعلى. تعرفون الإمبلر تقعد ضمن الكيس مالت المضخة بهالشكل هذا، لما ندور قلنا راح تتحول طاقة الماء إلى طاقة حركية وطاقة زخم، ينسحب الماء يندفع هنا من الأعلى. الجزء الجانبي للمضخة راح نشوفه هنا، عملية جريان الماء داخل المضخة بعد ما يطلع من الإمبلر المضخة. هنا يصير عندي بهذا الجزء قل السرعة ويزداد الضغط، متأكد أنا ما أحتاج سرعة للمي، أحتاج ضغط حتى يتغلب على معامل الاحتكاك. فعملية دوران الماء بهالشكل هذا
راح يعطيني هذه يسموها باكورد مثل ما أخذنا بالفان، يعني ميل الريش عكس اتجاه دوران الامبلر، فيسموها باكورد امبلر. عملية سحب الماء هنا قلنا انه الضغط ما لازم يكون اقل من ضغط تبخر الماء، لان راح يصير عندنا فقاعات، تلاحظون هنا هاي الفقاعات تؤدي الى يسوي كافيتيشن، والكافيتيشن يعني يسموه تنقر داخل البليد مال الامبلر، وبالتالي تستهلك. هذا مثل ما قلنا الهايدروستاتيك ليفت اللي حكينا عنه، اللي يكون الضغط فيه اقل من الضغط الجوي حتى يشجع الماء انه ينسحب ويندفع الى الاعلى. الامبلر اكو انواع اللي هي مغلقة وشبه مغلقة ومفتوحة. تعرفون التطبيقات مالتها، كل ما تزداد الكثافة لازم ارفع الاطار واسويها مفتوحة او شبه مفتوحة او مغلقة. تصميم المضخات راح يكون عندي الامبلر يستند على شفت، والشفت اثبته بهذا النت، وبعدين الجهة السائبة الاخرى هنا اخلي لها كيس، وهنا اخلي الباكينج يمنع تسرب الماء، واخليه بالجلاند حتى يحفظه، وهنا قاعد عليه الكيس الثاني. احتاج الى بول بيرن، هاي منطقة الدخول للمضخة، راح تصير هنا تقعد بول بيرن وبول بيرن ثاني، وهذا البول بيرن لازم يقعد على كيس حتى يستند عليه هذا الشفت، وبعدين اربطه بالمحرك الكهربائي يدور لي هالكيس مال البول بيرن. هاي بصورة عامة للمضخة. قلنا انه الامبلر هي تحول لي الطاقة، طاقة الفلويد، وبتحول الطاقة راح تحول قلنا الى سرعة، وبعدين احول السرعة الى ضغط. الماء يسحب قلنا باختلاف الضغط، لازم اسوي ضغط اقل من الضغط الجوي حتى اسحب الماء مرة ثانية، مثل ما نشوف هذه عملية السحب، وهنا القوة الطاردة المركزية اللي تدفع لي الامبلر. بصورة عامة مثل ما قلنا انه الامبلر لازم اكو عندي محرك كهربائي، واربط ضمن بيرنج والسيل حتى امنع تسرب الماء من المضخة. هذا شكل عام المضخة، هاي السيلينج مثل ما قلنا، وهاي الامبلر، وهذا الموتور. هذا كلش مهم الشفت سيل حتى ما يسبب لي تسرب للماء من منطقة الكيس للامبلر الى الخارج. بصورة عامة خاصية المضخة تربط ضمن هذه العلاقة، فرق الضغط يساوي ثابت في مربع معدل تدفق الماء. هاي العلاقة تربط أثناء تصميم المضخة. الآر راح أطلع من ضمن المواصفات مال البايبينج سيستم مثل ما راح نشوف لاحقا. أيضا أنه حتى أختار المضخة مثل ما سوينا بالبايبينج سيستم ديزاين، لازم أطلع خسائر الضغط في كل نقطة من النقاط، وبعدين على أساسها أختار المضخة ضمن هذا الكيرف. هذا للسيستم الووتر بايبينج سيستم، هذا الكيرف لازم أرسمه. تلاحظون هنا الـ H الـ Head اللي هو يعادل للضغط اللي نعطيني إياها بالمتر، راح تطلع الضغط رو في G في الـ H، عادة ما يأخذوا بالمتر مدام الماء ثابت. عندي أنواع معينة من الكيرفات اللي هي يربط لي علاقة المعدل تدفق الماء بالـ H الـ Head. هاي الأنواع هذا الشكل راح أشوف عندي، هذا الهيد الـ H ويا الـ Q، هاي الـ Efficiency وهاي الـ Power، وهذه نسميها الـ Net Positive Section Head NPSH. مبين ضمن هذه كل مضخة راح يكون عندها هذا الجدول اللي راح استفاد من عنده في عمليات التصميم. بصورة عامة الضغط الكلي اللي تولد المضخة يقسم إلى قسمين، Static Pressure والDynamic Pressure مثل ما أخذنا ضمن الدكتينج. إذا لاحظ لما الماء يجري بهذا الشكل، هذا الستاتيك بريشر قلنا ضغط الاحتواء للماء اللي يسلط على الجدران الأنابيب، وهذا يعطيني الفيلوسيتي بريشر أو الدايناميك بريشر ضغط السرعة،
والفرق بين التوتال بريشر اللي يقيس البي توتي تيوب وبين الستاتيك بريشر الدايناميك بريشر. تعرفون هاي النقطه تقيس ضغطين، تقيس الستاتيك بريشر يعني تولد بكل الاتجاهات، وتقيس الفيلوسيتي بريشر، لذلك يعطيني التوتال، وهذا راح يكون عندي الدايناميك بريشر، الفرق بين التوتال والستاتيك بريشر مثل ما قلنا هنا. الدايناميك بريشر تعرفون نصف رو في السي سكوير اللي هو كثافه الماء في مربع سرعه الماء، يعطيني الدايناميك بريشر. الدايناميك بريشر ممكن احوله الى ستاتيك بريشر، والعكس صحيح، الستاتيك احوله الى دايناميك حسب توسعات الانابيب والتقلصات مالتها او بها فيتنج. اذا لاحظ هذا الشكل لما يكون عندي ماء يجري بهذا الانبوب ويتوسع، لاحظ هذا التوتال بريشر وهذا الستاتيك بريشر وهنا الدايناميك او الفيلوسيتي بريشر. تعرفون لما يزداد قطر الانبوب تقل السرعه، يقل الدايناميك بريشر ويزداد الستاتيك بريشر، لان مجموعهم ثابت يكون دائما. وهاي منطقه التحول، لاحظ شلون بدا الستاتيك بريشر يزداد والدايناميك بريشر بدا يقل، لكن بصوره عامه التوتال بريشر راح يكون عندي هو واحد. مثل ما قلنا الضغط عندي الابسوليوت بريشر، الضغط الكلي، والجيج بريشر الضغط اللي يقرا الجيج. بالتاكيد الجيج لما يكون وحده مستقل يقرا لي صفر، بس مو معناها الضغط صفر، بينما يخلي الضغط الجوي هو صفر، بعدين الضغط اللي يقيسه الجيج اضيف عليه الضغط الجوي حتى يطلع لي الضغط الكلي. اذا الابسوليوت بريشر يساوي الجيج بريشر زائد الضغط الجوي، هذا يقيس الجيج، وهذا 101.325 كيلو باسكال يضاف يطلع لي الضغط الكلي. نيجي على العلاقة بين الكيو والاتش. قلنا الاتش هو يقاس بالمتر والكيو بالمتر مكعب بير اور. عندي نوعين من الكيرفات يسموه ستيبر كيرف، معمول حني بشكل كلش كبير. هاي المشكلة مالته لمن اتحكم او اتحكم بالفلوريت الضغط عندي راح يقل. تلاحظون لمن عندي 0.25 يعطيني حوالي 48 متر، لمن أصعد إلى واحد شوف الضغط يقل إلى 40، وهكذا كل ما أزيد الفلوريت يقل عند الضغط. هذا غير مناسب بمنظومات التكييف. اللي مناسب بمنظومات التكييف هنا لو إيش عندي صفر الماس فلوريت 2.25، ولمن أسوي 10 أمتار الهيد يصير 2 متر، وهكذا 40 متر يعطيني 1 لتر بير سكند، والخمسين متر لما اوصل يعطيني صفر فلوريت. يعني لما يكون عندي الهيد صفر احصل ماكسيموم فلوريت 2.25، ولما يكون عندي الهيد ماكسيموم ما احصل اي فلو. لذلك هاي منطقة العمل للمضخات. قلنا الاتش هو يعتبر الضغط او الهايت ارتفاع عمود الماء. الاتش راح يساوي لي دلتا بي تي توتال بريشر اللي هو قلنا رو جي في الاتش. فاذا اريد اطلع الاتش ايش قد اقصى ارتفاع اخذ التوتال بريشر على رو جي يطلع لي الاتش الكلي اللي دفعه المضخه. مثل ما قلنا الباور للمضخه اللي هو الضغط الكلي في الفوليوم فلو ريت يعطيني الباور للمضخه. كفاءه المضخه هي بالتاكيد راح تساوي لي ما دفع المضخه على الباور. الاوبريشن اوف بامب راح نشوف المضخات ممكن اربطها توالي ممكن اربطها توازي. بمنظومات التدفئه والتبريد يفضل عندي ربط التوازي لكي اتحكم بكميه الماء اللي ادفعها. شنو اللي يحدد ربط التوالي وربط التوازي؟ اللي حدده هو نوع الكيرفات اللي راح استخدمها. مثل ما قلنا نسميه ستيبر كيرف، اكو يتغير الضغط مع الفلوريت ضمن هاي العلاقه اللي قلناها، وهذا غير مناسبه بالنسبه لنا. وعندي هنا الفلاتنس كيرف، هذا اذا تلاحظون انه مع تغير الفوليوم فلوريت للماء الضغط تقريبا يبقى ثابت. هاي تفيدني في منظومات التكييف، لان تعرفون بالصيف عندي الفلوريت للتشولد ووتر ضعف
منظومة التدفئة. فلذلك لاحظ أنا لا أستخدم نفس الشبكة، فيفضل أنه الهيد يبقى عندي ثابت. لذلك الفلاتين كيرف هو أحسن لي من الستيبر كيرف. هذه اللي حكينا عنها لما عندك لوج سيستم مثل ما شرحنا بالدرس السابق. هذه راح تكون عندي البمب بيرفورمانس كيرف وهذا السيستم بيرفورمانس كيرف. هاي النقطة هي تحدد عندي من تقاطع منحني الاحتكاك للمنظومة مع أداء المضخة، فيطلع لي هاي الكيو اوبريتنج فوليوم فلو ريت ويا الضغط اللي استخدمه. بالمنظومات المفتوحة مثل ما قلنا عندي هيد يضاف إلى المنظومة، هذا الهيد قلنا حتى أدفع المي منها النقطة من من أوطأ نقطة إلى أعلى نقطة، وأضيف له الفريكشن لوس اللي هو هذا. هيكون عندي هذه الأوبريتنج بوينت للمضخة. ربط المضخات على التوالي وعلى التوازي راح نشوفها هنا بصورة عامة. هذه أربط المضخات على التوازي. لما أربط المضخات على التوازي بالشكل هذا أحتاج إلى صمامات يسموها وان واي فالف أو جيت فالف، حتى لما تتوقف واحدة من المضخات الماء ما يجي يدخل في هذه المضخة. هذا الربط أستخدمه باستخدامين، بالتحول من منظومات الصيف للشتاء، والشيء الثاني أخلي ستاند باي. يعني لما أنا عندي مثلا مضخة السعة مالتها 100 متر مكعب بالساعة، ما أخلي ستاند باي 100 متر مكعب، ال 100 متر مكعب أخليها 50 ب50 وأضيف لها 50 ثانية، هاي تكون ستاند باي. أي وحدة تعطل من ذولي هاي تعوض عنها. هذا راح نجي عليها الكيرف شلون راح نضيفه. فإذا هذا ربط التوازي يستخدم أكثر شيء في منظومات التكييف وإلى استخدامين. أما يتحكم بالفلوريت قلنا مثلا لما أشغل بالصيف أشغل مضختين واحد احتياط، هاي الواحدة ما بقيها دائما احتياط، أشغل نوبات الأولى والثانية، أولى ثالثة ثانية ثالثة، أوزع العمل للمضخات على طول السنة حتى ما يصير استهلاك في مضخة واحدة. والنوع الثاني أنه قلنا أخلي عندي مضخة احتياط، لما تعطل واحدة من المضخات هاي تحل محلها بين ما أصلح المضخة الثانية. هذا ربط التوازي، ها قلنا الجيت فالف، وهنا مضخة واحدة مضختين، هذا الكيو للسيستم. شلون أحصل المنحنى الثاني لمضخات الربط على التوازي؟ نلاحظ هذا ناخذ منحني أداء المضخة راح أخلي لأبعاد الفلوريت. تعرفون أنا من أربط مضختين على التوازي راح أزيد الفلوريت، الضغط يبقى ثابت، لذلك من أجي أشتغل أضيف الفلوريت. فأخذ أول نقطة هنا أضيف الفلوريت أضربه في اثنين أخلي النقطة الثانية والثالثة وهكذا، كل مسافة من هنا أنقل بقدرها إلى يمين المنحني راح أحصل على المنحني لمضختين على التوازي. هاي مضخة واحدة، وأرسم السيستم كيرف فراح يعطيني النقاط اللي راح أحصل عليها. هذه مجال عمل مضخة واحدة، لما المضخة واحدة من ذولي تشتغل تشتغل من هاي النقطة، ولما المضختين تشتغل تشتغل من هذه النقطة، تقاطع السيستم كيرف مع البمب كيرف. فراح يطلع لي هذا الكيو سيستم وهذا الاتش للسيستم مثل ما نشوف هنا. كيو اوبريتنج مضخة واحدة هذا السيستم، ناني هذا ربط على التوازي. لما أربط على التوالي نادرا ما أستخدم هذه المضخة أو هذا الربط في منظومات التكييف، استخدامه يكون كلش قليل، يستخدم في مجالات أخرى مو التكييف. أيضا أحتاج أخلي باي باس للمضخات، يعني لما هاي المضختين تعمل ما عندي مشكلة بيها، لكن لما عندي مضخة متوقفة وأضخ راح يصير عندي pressure loss عالي، لذلك أخليها باي باس، الماء يعبر المضخة ويندفع للأعلى. شلون أطلع
المنحني اللي مضختين هذا performance curve، قلنا هنا الضغط راح يبدي يضاعف، الفلو ريت مدام على التوالي ثابت، لذلك لما أضيف على التوالي أبدي أضيف الضغط، هذا الضغط أخذت مثله خليت نقطة، الضغط الثاني وهكذا أضاعف الضغط إذا كانت عندي على التوالي، وعلى التوازي أضاعف الفلو ريت، طلع لي هذا مضختين على التوالي وهي مضخة واحدة. السيستم يعطيني هذا، إذا هذا عمل مضخة واحدة وهذه عمل مضختين، مثل ما تلاحظون هاي مضخة واحدة، هاي راح تكون عندي مضختين، هاي كيو سيستم وهذا الاتش للسيستم. بتصميم المضخات بالتأكيد لما اختار مضخة ما راح تطلع لي مناسبة 100% حسب النوع اللي اريده، أنا ممكن الشركة تصنع لي مضخة خاصة بي، لكن أحتاج أنه أسوي أغير بالسرعة للمضخات أو أضيف صمامات، لذلك راح أخذ قوانين المضخات مثل قوانين المراوح، هذا اللي شفناه سابقا. هذه المتغيرات مع المعادلات الـ Q Volume Flow Rate Revolution per Second أو per Minute أو per أما سكند أو هنا RPM per minute pressure develop power diameter density. حتى أصمم المضخات لازم أحتاج معدل تدفق الماء ودرجة حرارة الماء والpressure drop والambient condition اللي هو درجة حرارة الماء والضغط اللي راح أشتغل عليها. مثل ما قلنا بتصميم الأنابيب لازم عندي مخطط كامل للأنابيب، الفيتينجز، الفلوريت وتفاصيل أخرى إذا كان عندي مائع تثليجي يمر، وإضافة إلى ذلك الباور اللي أنا 200 يعني يكون عندي 220 أو 120 أو 110 فولت اللي أستخدمها. حتى أصمم المضخات أتبع الخطوات الثانية التالية، أول شيء pressure drop أحول الماس فلو ريت إلى لتر بير سكند، وأخذ الكونستنت R اللي حكينا عنه شلون أحسبه، وبعدين أختار المضخة وأرسم المنحني مال المضخة وأرسم المنحني للسيستم، وبعدين أختار سرعة المضخة اللي تحقق لي الفلو ريت والضغط اللي أحتاجه. إذا عندي المضخات تدار بحزام ناقل أو قايش ممكن أتحكم بالسرعة بسهولة عن طريق أبدل البولي، أما أكبره أو أزغره. النقطة الثانية أنه حساب هبوط الضغط أو معامل الاحتكاك مهم جدا بالنسبة لي حتى أختار المضخة المناسبة. إذا أختار المضخة بسعة أكبر تعطيني سرعة للماء أكثر، تسبب لي إروجن للأنابيب، تسبب لي نويز، فضلا عن استهلاك الطاقة اللي تكون أكثر من الحد التصميمي. إذا أخذ مضخة معينة راح يعطيني المجهز علاقة الضغط بالكيلو باسكال ويا الكيو بالمتر مكعب بير سكند هنا. فهذا المثال يقول لي a system has volume flow rate required of 1 liter per second with an index delta B 30 كيلو باسكال. يرجع أصمم المضخة لهذا الفلو ريت وعندي 12 فوليوسين بير سكند السرعة الدورانية مالتها. مثل ما قلنا راح أخذ دلتا بي يساوي R في الكيو سكوير، الدلتا بي اللي طالبها مني 30 والكيو 1 طلعت لي R 30. إذن المعادلة اللي راح أشتغل عليها دلتا بي يساوي 30 في الكيو سكوير، منها أنا راح أحسب السيستم كيرف، هذه اخذ الكيو ويا هاي المعادله، اول قيمه 0.25 اعوضها بالمعادله يطلع لي البريشر 0.875.5 7.5 احصل 0.75 اعوضها هنا بهاي النقطه 16 و 1 يطلع لي 30 1.25 وحصلت هذا الجدول علاقه الفوليوم فلو ريت
والبريشر دروب للسيستم. فهسه اجي هذا راح اخذ منحني دلتا بي ويا الكيو، راح ابدي ارسم اداء المضخه، وهذه بالنسبه للمضخه راح ابدي ارسمها اول قيمه 0.25 49.38، النقطه الثانيه اسقطها، والثالثه والرابعه وهكذا، واوصلها بمنحني. راح اقول هذا البيرفورمانس كيرف للمضخه. الجدول اللي حسبته هذا ارسمه مره ثانيه حسب القيم اللي عندي، تلاحظون هنا 0.25 1.875 وهكذا. لما يكون عندي 31 31 ابدي ارسم الكيرف هذا، صار عندي السيستم كيرف، اسقط عليه البامب كيرف هذا. اذا هذه راح تكون عندي سيستم كيرف، هاي البامب كيرف، هاي الاوبريتنج بوينت للمضخه. شوف اضطتني 1.21 والضغط حوالي 37.5. هذه مو انا اللي اريده، انا اريد 1 كيلو باسكال ويا عفوا هاي 1 كيلو باسكال، هاي 1.21 لتر بير سكند، انا احتاج 1.21 لتر بير سكند ويا 3.75 كيلو باسكال. اذا الاشياء اللي حصلتها، الفلوريت اعلى من المطلوب والضغط اعلى من المطلوب، فهذا راح يخرجني عن السرعه اللي انا مصمم عليها، ويسبب لي نويز، ويسبب لي تاكل بالانابيب، ويسبب لي استهلاك عالي للطاقه. لذلك لازم ابدي افكر انه احول التصميم اللي حصلته الى ما اني اريده. في بعض الاحيان يخلون صمامات او جيت فالف، هذا غير مناسب. ارجع الى قوانين المضخات، الريكوايرد 1 لتر بير سكند دلتا بي 30 اللي حصلته 1.21 والدلتا بي 37.5 والار بي ام 12 ريفوليوشن بير سكند حققت لي هاي النتائج. اوكي اجي على المعادله كيو 2 على كيو 1 يساوي لي ار بي ام 2 على ار بي ام 1، ف الكيو 2 هو اللي اني اريده، والكيو 1 اللي حصلت عليه من المضخه اللي عندي. ابدي اطبق المعادله، ال RPM 12 Q2 اللي هي 1 على 1.2، إذن السرعة 10.7 revolution per second. إذن حتى أحصل على الأشياء اللي أريدها اللي هي 1 لتر per second و 30 كيلو باسكال، لازم أبدل السرعة من 12 دورة بالثانية إلى 10.7 revolution per second، أو أخذ القانون الآخر اللي هو P2 على P1 يساوي لي RPM 2 على RPM 1 squared. هذا الضغط وهذا الفلوريت، ابدي اعوض تطلع لي نفس النتيجه. اذا المضخه اللي راح استلمها من المجهز يحتاج اسوي لها تحوير، اقلل السرعه مالتها من 12 الى 10.7 ريفولوشن بير سكند حتى تحقق لي 1 لتر بير سكند و30 كيلو باسكال. اذا راح يكون عندي 1 لتر بير سكند 30 كيلو باسكال 10.7 revolution per second حتى احصل على السرعه اللي اني اريدها. هنا أنا عندي ديزاين تيب، الاشياء اللي لازم افتهمها قبل ما اصمم، انه اسهل طريقه واكثر طريقه اقتصاديه حتى احصل الشيء اللي اريده انه اتحكم بالسرعه للمضخه. اذا كان عندي مثل ما قلنا بولي وحزام ناقل، ممكن اكبر او اصغر، او استخدم الانفرتر حتى يقلل لي السرعه. اذا اترك هذا المجال واتحكم بالسرعه عن طريق جلوب فالف او اي عائق للماء حتى احصل على 2 لتر بير سكند، هاي راح تكون عمليه تسبب لي نويز وتسبب لي استهلاك بالطاقه. لذلك اسلم طريقه هو انه اتحكم بالسرعه للمضخه. مع الشكر الجزيل، وإن شاء الله نعطي أمثلة أخرى أرسل لكم إياها حتى تحلوها ونتابع الحل مالتها.